باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، أمين. معاكم أبونا ماركوريوس العدرا حلوان، هجاوب على سؤال شغل أذهاننا كتير جدا في مختلف الأعمار. لما ربنا عارف إن أبونا آدم لما يخلقه هيقع في المعصية وهيغلط وهيكسر الوصية الإلهية، ليه ربنا خلق الإنسان؟ الحقيقة إن ربنا خلق الإنسان لنقطتين مهمين. النقطة المهمة نمرة واحد، إن في الذات الإلهية فيض كبير جدا من الحب، خلى ربنا يترجم هذا الفيض والحب في خلقه للإنسان، ولما اتخلق الإنسان تمتع جدا جدا بالوجود في محضر الله، فدي نعمة فوق نعمة ما كانش حد يتخيلها أو ينتظرها أبدا. النقطة التانية، إن ربنا خلق الإنسان لأن في الذات الإلهية في طبيعة الخلق، صفة الخلق، فلو ربنا ما بيخلقش مخلوقات خالص ما تبقاش الصفة دي لها معنى في الوجود أو في وجود الذات الإلهية وحضرة الله، فخلق وترجم صفة الخلق اللي موجودة في شخصه. لما أفكر أكتر وأقول طيب ربنا عارف إن آدم هيغلط وفي مشكلة ممكن هتحصل وفداء وتكلفة غالية جدا هتحصل، ليه ربنا خلق الإنسان؟ أقول زي تمام لما الإنسان بيبقى مقبل على الجواز، هل معقول إن المقبل على الجواز يتردد بسبب إنه يقول في نفسه ممكن أولادي يصابوا بمشكلات ويتعرقلوا وتحصل مشاكل قصادهم، ولا هو متأكد ومطمئن إنه هيسندهم ويعضدهم ويقويهم؟ إذن مفيش مشكلة من إن ربنا يخلق طالما إنه هو السند وهو الفادي، ليه المجد من الآن وإلى الأبد، آمين.